تواصل معارض أهلا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية استقبال المواطنين لشراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة. يأتي ذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع خلال شهر رمضان المبارك. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتواصل فعاليات معرض أهلا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% وبمشاركة كبرى الشركات الغذائية بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية. بالنسبة للسلع، كل السلع هنا متوفرة وفي خصم بين هنا وبين بره تقريبا من 20 ل 25% نزل على كل المنتجات سواء لحوم أو دواجن أو بقوليات، وكل الشركات العارضة برضك موجود، برضك معنا شركة الجملة، معنا القطاع الخاص، القطاع الخاص متمثل في شركات كتير، برضك كلهم مرتبطين بأسعار. حتى في ظل الارتفاع اللي زاد في خلال الأسبوع أو العشرة أيام اللي فاتوا، الأسعار برضك بالنسبة موائمة لبرة برضك فيها تخفيض من 20 ل 25%. منافذ المعرض المنتشرة في العديد من المحافظات تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء السلع الغذائية، وذلك وسط التنافس بين العارضين على طرح السلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بتخفيضات بدأت من 20% وصولا ل30% على بعض المنتجات. ما شاء الله الأسعار جميلة جدا وفي متناول الجميع، والزيت موجود والسكر والمكرونة وكل أنواع التمور والمكسرات بسعر كويس جدا، أرخص من السوق. معرض جميل جدا وحاجات جميلة جدا، متنوعة الأشكال من زيوت وسكر وسمنة وحاجات رمضان جميلة، ويا رب دايما يا رب، وأسعار جميلة قوي جدا. الأسعار ما شاء الله كويسة وكل حاجة موجودة، الزيت موجود والسكر والتمر، جبنا كل حاجة. تاني مرة أجي وما شاء الله الأسعار في منتهى يعني موجودة، كلها موجودة في متناول الجميع. جهود كبيرة تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة في مختلف المواسم والمناسبات، تلبية لاحتياجات المواطنين وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار.